بالفعل أرقام جيدة جدا، تحديدا من ناحية الأجور، 4 مقابل توقعات 4.1%، تغيير جذري ما في، لكن طبعا السوق ما زال يسعر نوفمبر الخفضة، يعني الخفضة الثانية للبنك اوف انجلند، وهونيك اكيد راح يكون التركيز الحالي. بالنسبة لبنك اوف انجلند عم يطلع على الويجز بشكل وعلى السيرفيسز بميلة اخرى، طبعا الاقتصاد بعده يعني ما عنده تركيز الفيدرالي اللي انتقل بشكل اساسي من التضخم الى النمو الاقتصادي، بعد عنده مشكلة سيرفيسز بالرغم من الهيدلاين انفليشن جيد جدا يعني قريب من المستهدف، لكن عنده سيرفيسز والويجز هذه اللي عم بيركز عليها، بس ما كان الرقم بنظري اللي شفناه اليوم رح يتغير شيء جذري. نعم ما زلنا نتوقع خفضين ممكن او هذا العام.